برحلة طويلة طبعا ما بين اعتمادك عالميا وبدايتك في الكوتشنج والتعلم، وش أبرز التحديات اللي مريت فيها أستاذ عبد الله؟ أبرز التحديات التمويل. التمويل كان تحدي كبير بالنسبة لي، لأن أنا كنت أدفع من راتبي وأدفع من فلوسي وأحاول أني اللي يحصل العائد اللي يجيني من الجلسات اللي أحاول أشتغلها طول اليوم هو اللي أحطه وأرجعه في المؤسسة حقتي، لأن في صعوبات في التمويل بالذات للقطاع الخدمي أو تقديم الخدمات. الكوتشنج، انت مين؟ انت ايش قاعد تسوي علشان نديك تمويل؟ بعض الاحيان الايمان بانه انت تقدر، لان اقدر اشوف الاستشارات الاداريه رايحه فين، اقدر اشوف الاستشارات الاجتماعيه رايحه فين، اقدر ادرس الواقع والذا، لكن ما في دراسات في الكوتشنج. فبالتالي انه يجي لك ممول يقول انا اؤمن بك واؤمن باللي بتسويه واللي حتحققه. سوق الكوتشنج في الاتحاد الدولي في الولايات المتحده الامريكيه، عارف في 2018 طلعت على دراسه كم حجم ما يدفع للكوتشنج في امريكا؟ بس 2.5 مليار دولار سنويا. واو، 2.5 مليار دولار. اطلعت على احصائيه غير مدققه، كم حجم الكوتشنج في الخليج يوصل لهذا الرقم الآن؟ معناته كان من الزيرو وطلع إلى هذا الرقم الآن، عليه هاي ديماند، عليه طلب كبير، لأنهم شايفين نتائج، يعني في نتائج غير تقليدية قاعدة تصير. بل الآن في منظمات يعني أصبحت تدور حاجة اسمها جائزة ثقافة الكوتشنج. الآي سي اف كل سنة يسوي زي أوارد أو بريزم أوارد، جائزة للمنظمات المتميزة اللي فيها ثقافة كوتشنج. ثقافة زي كوتشنج الجودة يعني أول زيها يصير يأخذون شهادة من الاي سي اف. يعني إيش ثقافة الكوتشنج؟ يعني من التي بوي، من حارس المبنى إلى أعلى رأس في المبنى، كلهم يتواصلون بطريقة الكوتشنج. أحسنت. وكل موظف في المنظمة في أي لحظة يجد أنه يحتاج كوتش يقدر يحصل عليه. رائع. يقدر يلقى كوتش يسمعه ويساعده في توليد الحل.